فقرة السادسة: يا من لا إله إلا هو إلى آخر الفقرة. مرادف موعظة، حكمة أو عبرة، والأحسن تبقى عبرة. جمع حقيقة، حقائق، اوعى تنسى الجملتين. ب: وضح من خلال الفقرة مدى تأثر الكاتب بثقافته الدينية وهو يصف حال الطفلين. ظهرت الثقافة الدينية في شيئين: في الأسلوب وطريقة التناول. يا من لا إله إلا هو هذا نداء قرآني متأثر فيه بالقرآن الكريم. أما طريقة التناول الفكرة فهي الفلسفة والتأمل في ربط ما يحدث بحكمة الله. ده إسلامي، ده تصور إسلامي، إن الرافعي لم يهدأ إلا أن يربط ما يحدث ويحاول أن يستنتج الحكمة مما يحدث. السؤال اللي بعديه بيقول لي: جيم، استخرج من الفقرة أسلوبا إنشائيا. يا من لا إله إلا هو نوعه نداء، غرضه التوسل أو التضرع أو الدعاء. صورة بيانية وبين أثرها كثيرة: النملتين تصريحية، يشبه نقطة من غضبك صورة مركبة من تشبيه في يشبه، طالما ذكرت أداة التشبيه، نقطة من غضبك استعارة مكنية، أخرجتهما مخرج تشبيه. وأنا نبهت قبل كده لهذا النوع من التشبيه وقلت لك خلي بالك هناك من أنواع التشبيه ما يأتي بالفعل والمفعول المطلق، زي نفض أيديهما نفض، زي في الأول خالص لما قال انتفضت انتفاضة الذعر، والآن أخرجهما أخرجتهما مخرجة، يبقى ده تشبيه. أيضا استعارة مكنية في تنبه أكبر موعظة، تنبه أكبر حقيقة، شبه الأول الحقيقة كأنه إنسان ينبه. أيضا عندك جذب إليها كل أحزان النفس، استعارة مكنية، يشبه أحزان النفس وكأنه شيء مادي يجذب. أيضا صدر الرحمة والحب، الحب والرحمة استعارتان تصريحيتان، فالحب الطفل والرحمة هي الطفلة. ذل اليتم من الأهل، استعارة مكنية. الصور كثيرة، أثرها طبعا هي قيمتها الفنية، اللي هي لو تشبيه توضيح المعنى برسم صورة له، ولو استعارة تشخيص المعنى أو تقسيمه في الصورة حسية توضح. ازدواجا أيضا، هنا الازدواج برضو مش عايزك تطلعه بنفسك، لازم تكون قري، عشان مش عايز أنت ممكن تطلع أي حاجة ازدواج، لا، عندك في الآخر عليهما ذل اليتم من الأهل ومسكنة الضياع بين الناس، ده اسمه ازدواج لأنهم متفقين في الوزن. أثر الازدواج دائما إعطاء جرس موسيقي محبب للنفس. طباقا وبين أثره، ياريت الطباق أكبر وأصغر، مش عايز فلسفة، أكبر وأصغر بينهم طباق إيجاب يوضح المعنى ويؤكد. السؤال دال، يختلف المقال من حيث المضمون والأسلوب، وضح ذلك من خلال النص. انتبهوا لهذا السؤال، هذا سؤال أدب بس هربطه بالنصوص. للأمان أقول له نعم، يختلف المقال من حيث المضمون، فهناك مقال تصويري وهناك مقال نزالي وهناك مقال فلسفي، أما مقالنا هذا فاجتماعي من حيث المضمون لأنه يتناول قضية اجتماعية. يبقى أنا عملت إيه؟ ربطت بالأدب وذكرت عناوين دون شرح ولا تفصيل، ثم ربطت إن مقالي ده مقال اجتماعي لأنه يتناول قضية اجتماعية. أنا ما كده ما خلصتش السؤال، أنا كده جاوبت الجزء الأولاني منه، أنا لسه في الأسلوب. وأيضا المقالات تتنوع من حيث الأسلوب، فأسلوب المقالات إما أدبي وإما علمي متأدب. ويلاحظ الآن أن أسلوب المقال هنا أدبي، ما سمات الأسلوب الأدبي. اوعى تكون في ثالثة سنة ومتعرفش سمات الأسلوب الأدبي. سمات الأسلوب الأدبي هو التركيز على الجانب العاطفي، هو إيحاء الألفاظ، الصور، الخيال، كل ذلك أدوات التوكيد، كل ذلك من سمات الأسلوب الإيه شباب، الأسلوب الأدبي. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الفقرة السابعة، الفقرة السابعة: رأيت الطفلة وقد تنبهت فيها لأخيها غريزة أم كاملة، إلى آخر الفقرة. السؤال بيقول لي: تشد على يده، تعبير يفيد الضرب ولا العنف ولا التعاون ولا الترحيب؟ طبعا التعاون، فش اي حاجة من غير التعاون. يا لرحمة الله، هل هذا النداء للإشفاق ام للقلق ام للدعاء ام للتضرع؟ طبعا للإشفاق، اصل ايه الدعاء والتضرع ما هم واحد، الاثنين واحد، ما فيش قلق، يبقى خلاص ما عادش الا الاخيرة، يبقى الإشفاق يا شباب. مضاد رسخت، انتبه، مضاد رسخت هنا ضعفت. لماذا؟ يصبر عليه، الرسوخ معناه القوة والثبات، صح؟ طيب لما أقول رسخ بداخلي شيء عكسها تحرك ولا ضعف؟ ليه بقى؟ أقول لكم ليه بس. هي البنت تحركت جواها عاطفة الأمومة ولا لا؟ يعني أقدر أقول هنا عكس رسخ تحركت؟ تاني، الأنوثة رسخت فيها، صح؟ هل عكسها اتحركت ولا عكسها ضعفت؟ ليه؟ لان هي مش هتتحركت، دي دلاله على الحركه، على القوه، صح؟ انا شايف كده يعني. مضاد رسخت ضعفت، به
ظهرت عبقرية الرفع وهو يحلل سلوك الطفلة تجاه أخيها، وضح ذلك من خلال الفقر. شرح بس أمسك بقى كل سطر بإخلاص على ميلي وبرضو ما عودش أكتب صفحتين ثلاثة الوسط. جيم، ما نوع الصورة البيانية في لغة اللمس؟ تشبيه، شبه اللمس كأنه لغة، أثرها توضيح المعنى برسم الصورة له، وياريت تربط المعنى بالمعنى المراد. يعني إيه المعنى المراد؟ يعني إيه المعنى اللي عايز يوضحه؟ حرص البنت على طمأنة أخيه، هو ده المعنى اللي عايز يوضحه.